تونس فيها رجال يا بابا رد بالك، تعديهم ثلاث سنين هذوما راه نعديهم، اقسم بالذي لا اله الا هو، والله الى ننتخبوكم والى ما نعملوكم كما كلي نقي في العدس، ما نرشم ونحط الا ما نتبعك ونشوف التصيله والفصيله والقبيله وكيفاش تعيش وكيفاش عشت وشنو ناوي نعمل قراءه ونعمل قراءه ونظره استشرافيه لمخك شنو تنجم تعمل، خاطر من تبسيمك طلعك انت علاش لابد وفاش تعمل وش باش تعمل لنا، هذوما فيهم فيهم. انا قلتها ونعاود نقولها، ان فما زوز نساء ذواد ما يشبوش لبعضهم في مجلس النواب. يا ودي شادين لي كليبر، مرات تونسية سنديدة تسبة انت على خاطر تحب تونس بطريقتها، انت تحب داعش بطريقة العلمانيين والحدثيين، ما نحبش نقول يساريين، خلينا نقول الوسطيين، خلينا نقول التوانسة، خلينا نقول البرجيبيين، خلينا نقول اللي كيذل الذين لحموا شوك، وحتى كان يبدا عامل زوز بيرة بالله ما تقصهاش، تونسي تونسي يجي رمضان ويعرف العصيدة ويتفرج في الحج ويذبح ويسمي بسم الله والقبلة منين، تجي انت تدعوشنا؟ كذا سنين مازال في عمرك سياسيا ستمحق الإبادة، الإبادة السياسية، الإبادة السياسية، ما عادش تلقاكم راه التوانسة مثقفين، راهو بورقيفة أقوى حاجة وأقوى فخ خلوه لكم كي قرانا وعمل لك المكتب بلاش تحبوا ينحيوه توم الفيس حين علاش مش نحيوه، ونقش بورقيفة على الحجر يا معلم، نقش كل تركينة فيها آثار في تونس فيها بورقيبة يطلع لكم الحشيش، يطلع لكم الحشيش، هذه تونس بلد الناس الكليكة وبلد نحكيو على الطائفية السياسية والاجتماعية والدينية، أما عمرنا ما ناقشناه الموضوع هذا، عمرنا ما ناقشناه، فهمتوا؟ وفما بعض الكلمات يا أخي أنا يهودي غالطة، فقنا بها بعد الثورة اللي غالطة، خونا ولد عمنا أقرب حتى من المسيح، لكم دينكم ولي ديني، علاقتي مع ربي عمودية، أفقية لازمك تحترمني وتقف عند السيناج متاع دارك، سوى سياسي، سوى اجتماعي، سوى حرية، سوى كل شيء، فما ناس مسؤولين بلا مسؤولية في تونس. جديدك؟ جديدي عندي أوبيرات هي حزب العلم، باش نلم فيها 72 فنان، في الأوديو وفي الفيديو باش يظهروا معانا في بلاصة الكرة المجموعة الصوتية، باش يظهروا معانا الممثلين الكل بدون استثناء، وباش نعلموا قريبا إن شاء الله بعد 4-5 أيام على موعد صبان الأصوات، الناس كليكا سبيسيالمون نقول بارك الله فيهم، برشا ناس يطلبوا فيه يحبوا يغنيوا، لكن أنا ماهيش ديسكريميناسيون وإلا فافوريتيزم، نحب نستهلك بوشناق، نحب نستهلك فتحي الهداوي، خاطر هذوما عندهم بلاتفورم كبيرة، كيقول فتحي الهداوي يخلق الميساج في ظرف قياسي، نحب نوريكم فما حتى حزب يعلى على حزب العلم في تونس، ومهما تفرقنا الأحزاب يجمعنا حزب العلم، هو الباقي اللي ينصاب وهو الرسمي والأهم، وينك وينك خويا وينك، حطنا على يسارك ويمينك وخلي تونس فوق جبينك، ونقولوها فرد فم بالروح بالدم نفديك يا العلم. عندك شي حاجة واحدة أخرى تحب تضيفها؟ والله نحن هنا، نحن هنا، والتاريخ كان يتفسخ بحرقان الكتب والجرايد والمعلومات والوثائق، تو ما عادش نجم تعمل حتى تعمل سينيال على فيديو يوتيوب، راهو اليوتيوب تقول لك لا وتقعد في ذيعتك بقلاقل حتى يجي نهار ويتحرق اليوتيوب، ويا ذنوبي خاطر يتحرق اليوتيوب، يطلع لكم دي بلاتفورم اخرين قاعدين يوثقوا لكم في المهازل اللي قاعدين تعملوا فيها. وبالنسبه لي انا نقول وما زلت نقول ومش نقول واللي في صدري نقوله، وان شاء الله قدام ربي نطلع حقاني، واذا كان تحبوا تعاقبوني ولا ومضى، انا محمي في تونس بشعب تونس بعائلتي بصحابي الفنانين بالتوانسه الصحاح، ما تنجموش تعاقبوني، وما دامني ما زلت لموضه عندي العروسات كان تحبوا تنحيوا لي حاجه اخرى، ونهار اللي نولي مش لموضه راني مخبي تحت الزليزيه شويه فلوس، نعمل لكم اقوى ملاوي في تونس ونجيب لكم بنات من روسيا يسير بيوكم، دونك ما تنجموش تغلبوني ما دام اللي في صندوقي فوقي.